تعرفش. الفقرة هذه من أعداد جمعية تصفيقس المزيانة، وكل يوم في رمضان نعرفوكم على شخصية دولتها الناس بخرافاتها وبالحقيقة اللي فيها. ميلان كريستيتش، تعرف صفاقس باسم كريستيك، ممكن على خاطر الأسامي الكل كانت تقرب الفرنسوية وقتها. هو ملاعب كرة قدم ومدرب يوغوسلافي، كان أول مدرب أجنبي يدرب منتخب تونس لكرة القدم، وهذا صار عام 1960 و1961، وكان هو مدرب المنتخب في أول مشاركة ليه في الألعاب الأولمبية، وخسرنا وقتها ماتشواتنا 3 وانسحبنا من الدور الأول. وكان من بين ملاعبي المنتخب في هيك الوقت عبد المجيد الشتالي اللي شهد مدرب المنتخب في مشاركته الأولى في مونديال 1978. عام 1962 تبدل اسم النادي التونسي باسم النادي الرياضي الصفاقسي، وظهر فيه التبديل هذا صار تحت ضغط سياسي من الرئيس الحبيب بورقيبة وبتنفيذ المدير الحزب في هيك الزمان عبد المجيد شاكر، وتقرر تبديل ألوانه اللي خذاها المؤسس زهير العيادي من راية الحسينيين. في نفس الوقت كان عبد المجيد شاكر رئيس شرفي النادي الرياضي الصفاقسي بالاسم الجديد والملعب التونسي، وهو اللي دبر على رئيس الجمعية توفيق الزحاف باش يجيب كريستيتش لصفاقس. فما شكون يقول اللي كريستيتش اللي تكون في فريق بارتيزان بلغراد خذا الالوان الجديده لنادي صفاقسي الكحله والبيضة من فريق اليوغوسلاف، وفيسع فيسع تعطت صلاحيات الكل باش يتدخل في كل مكان يخص فريق كره القدم، وكان يراني المستويات الكل في الفريق. كانت عنده نظره ما تخيبش في الملاعبين، بدلهم بقايحهم وخدم على نقاط قوه كل ملاعبي وحده، وكان معروف بالصعوبيه والحنيه في نفس الوقت. كان يعتبر اللاعبين صغاره على خاطر ما رزقوش ربي بالصغار، وكان يتبعهم حتى لديارهم ويقعد ياكلوا معاهم ويعطي دعوات حضور مباريات لعائلته. ومسكين اللي مشدش الرجله في الدار كما في التدريب ما يخلي يعمل فيه، وهذا علاش اغلب الملاعبيه اللي ترناو عنده كانوا يعتبروه بوهم. كريستيتش بدل كل شيء في سي اس اس، لعب الجمعيه تحسن ولا اقرب بطريقه لعب فرق اوروبا الشرقيه اللي كانت تكور مليح في الوقت هكا، ونحى الخطه التقليديه معروفه في تونس وقتها باسم ام دبليو في، وبدا يلعب وقتها بخطط 4-4-2 و4-3-3، ووقتها ولا فريق النادي الصفاقسي معروف باللعب الجميل الممتع، وبسرعه تبعت النتائج وهز الفريق اول لقب وطني في تاريخه. وقتها هز كاس النادي شاكر عام 1963 وعاود هز عام 1965. وفي عام 1963 لعب فريق الرالوي مباراه براج ضد النادي البنزرتي باش يرجع للقسم الاول. يا اخي تسلف كريستيتش من عند السي اس اس في المباراه هذه ورباح وطلع، برشا ملاعبيه خلاو بصمتهم في تاريخ النادي الصفاقسي، ترناو عند كريستيتش، ومنهم علي ياساسي وعلي جراجا والمصف دلهوم هداف موسم 1963 وعبد الله والبشير الحجري وعبد العزيز الفوراتي. كريستيتش زاد هو اللي اكتشف مهمة حمادي العقربي وعمره وقت 12 سنة برك، ووقتها قال فيه الطفل هذا مبدع ومش مستحق شكون يعلمه كرة القدم. توفى كريستيتش في صفاقس عام 1966 بعد أزمة قلبية حس بها في حفلة تعاملت بمناسبة تتويج أمال الفريق بكأس تونس لكرة القدم. وبعد ما مات القوم نحل ملعبية مقسمة في داره، كان ناوي يفرقها عليهم كالعادة، وبعد هزوه البلغراد ودفنوه غادي. تعرفش